طيب احنا في المسألة دي هو جاي بيقول لنا ان هو عايز ال desired region على ال S plane للـ conditions دي. طيب ايه معنى الكلام ده؟ احنا لو جينا بصينا على ال S plane، لو جينا بصينا على ال S plane كده، ده محور الريل وده محور ال imaginary، تمام؟ زي ما كنا قلنا قبل كده، احنا مثلا سي نقطة زي كده، لو انا عندي سيستم طلع له البولز بالمنظر ده، الاتنين دول، فاتفقنا قلنا ان المسافة دي كانت بتمثل الاوميجا ان، والزاوية دي الكوزاين بتاعها بيمثل البيتا وهكذا، تمام؟ ده معناه ان كل نقطة على الاس بلين ليها كونديشنز مختلفة، تمام؟ وبالتالي هو بقى عايز يعرف ايه الريجن اللي موجودة على الاس بلين، ايه الريجنز اللي موجودة على الاس بلين عشان تحقق لي الكونديشنز دي، اللي تحقق لي البرسنتج اوفر شوت يكون ما بين 10% و20%، والسيتلينج تايم يكون اقل من 0.6. طبعا هنا لو احنا بنتكلم على 2% من الانبوت. طيب ازاي نحل مسألة زي كده؟ احنا دلوقتي ايه اللي احنا عارفينه مثلا على عن السيتلينج تايم؟ مثلا عارفين ان السيتلينج تايم ده هو عبارة عن 4 على زيتا اوميجا ان، تمام؟ وبالتالي السيتلينج تايم اللي هو عطيه لنا ده اللي هو 0.6، وبالتالي هستنتج ان زيتا في اوميجا ان بتساوي، او بدل ما نستخدم بقى اللي هي علامة التساوي دي، ممكن نستخدم بنقول ان هو عايز السيتلينج تايم يكون اصغر من 0.6، وبالتالي لازم زيتا مضروبة في اوميجا ان لازم تكون اكبر من الاربعة. يعني انا هودي دي الناحية التانية، هتبقى 4 على 0.6 يعني 6.67. طيب ده كويس قوي. طب زيتا في اوميجا ان، زيتا في اوميجا ان ده معناه ايه؟ بيمثل لي ايه على الجراف؟ خلينا كده نرجع كده ونشوف. هنا احنا كنا في الجراف ده لو فاكرين قلنا ان المسافة دي، يعني انا دلوقتي عندي البولز اللي هم اس 1 واس 2، المسافة دي هي دي زيتا في اوميجا ان، صح؟ هي دي زيتا في اوميجا ان، ده معناه ان زيتا اوميجا ان اكبر من 6.67، معناها ان انا لو جيت عملت بلوت كده لخط بيبعد المسافة دي، ده معناه ان الكونديشن ده عشان يتحقق لازم البولز تكون على شمال الخط ده، تكون هنا تكون هنا ايا كان، تمام؟ لازم البولز تكون على شمال الخط ده. يبقى احنا كده حددنا الريجن دي اللي هي على شمال الخط ده اللي هتحقق لي السيتلينج تايم ب 0.06. طيب ده كده اول كونديشن. بالنسبه بقى للكونديشن الثاني، الكونديشن الثاني بيقول لك الاوفر شوت ما بين 10% و20%. طيب ايه هو قانون الاوفر شوت؟ قانون الاوفر شوت كان بيقول لك ان الام، قانون الاوفر شوت كان بيقول لك ان الام بتساوي اي باور سالب باي زيتا على 1 ناقص زيتا سكوير، تمام؟ ده القانون بتاع الاوفرشوت. طيب انا دلوقتي هو عندنا هنا تو كونديشنز للاوفرشوت. اول كونديشن يعني هو كونديشن واحد اللي هو ما بين 10% و20%، فانا ممكن دي اقسمها لجزئين، جزء اللي هي تكون اكبر من 10% وجزء اللي هي تكون اصغر من 20%. خليني كده ابدا بالكونديشن بتاع اللي هو الام تكون اصغر من 0.2. طيب حاجه زي كده نعملها ازاي؟ والله انا ممكن اقول ان دي هي عبارة عن اي باور سالب باي زيتا على 1 ناقص زيتا ايه؟ زيتا سكوير، تمام؟ طيب خليني كده الاول عشان بس ما يحصلش لخبطة، خليني كده اقول ان ده بيساوي 0.2. عايزين من المعادلة دي، شايفين المعادلة دي؟ عايزين من المعادلة دي ان احنا نحل الزيتا. فالموضوع هيبقى بسيط، يعني هناخد لين للطرفين، فهيبقى سالب باي زيتا على سالب 1 ناقص زيتا سكوير، ده هيساوي لين 0.2، لين 0.2، تمام؟ وبالتالي فاحنا في مسألة زي كده لو احنا مثلا ربعنا الطرفين هيكون عندنا مجهول اللي هو زيتا، تمام؟
فهتطلع في الآخر إن زيتا بتساوي 0.45. تمام، زيتا بتساوي 0.45. طب أنا عايز أعرف بقى الزيتا دي هل تكون أكبر من الرقم ده ولا أصغر؟ ممكن إن أنت تجرب، يعني تجرب كده قيمة للزيتا تكون أكبر من الرقم ده وتشوف هل الإم هتبقى أعلى من 20% دي ولا لأ. تمام، في الحالة اللي زي كده هنقدر نستنتج إن الإم، لو الإم أعلى من، لو ال أقل من 20%، ده معناه إن الزيتا لازم تكون أكبر من 0.45. لازم تكون الزيتا أكبر من 0.45. وبما إن إحنا عارفين إن كوزين البيتا بتساوي الزيتا، فده معناه إن البيتا لازم تكون أصغر من 36 درجة. تمام، 36 درجة دي هتاخدها من الكوزين انفرس بتاعت 0.45. تمام، طيب ليه الإشارة دي اتعكست؟ عادي، انت ممكن تجربها يعني. تمام، جرب كده، خد الكوزاين مثلا بيتا، مثلا خد كوزاين بيتا أصغر من 36. تمام، هتلاقي إن الزيتا هتطلع معاك أكبر من 0.45، لأن الفانكشن اللي هي بتاعت الكوزاين بتنزل، هي كأنها انفرسلي يعني. طيب تمام، يبقى احنا كده ده معناه إن البيتا ده بنعبر عنه بإيه؟ احنا كنا قلنا إن الكونديشن ده عشان يتحقق معناها ان انا لازم اكون موجود في الريجون اللي هي شمال الخط ده، لازم اكون موجود في الريجون اللي هي شمال الخط ده. طيب بالنسبه لي البيتا دي، البيتا دي اصغر من 63، من 63. ده معناه ان انا لو عملت خط كده مايل بزاويه 63، تمام، لو هو مايل بزاويه 63، لازم الزيتا عشان تتحقق بالكونديشن ده لازم اكون تحت الخط ده، لازم اكون تحت الخط ده، لان البيتا بتكون اصغر من 63. تمام، طيب في كونديشن تاني عندنا، في كونديشن تاني عندنا ان الام، ده كونديشن اهو، الكونديشن الاخير ان ام لازم تكون اكبر من 0.5. ولو جيت عملت نفس اللي احنا عملناه ده هتلاقي ان البيتا لازم تكون اكبر من 53 درجة، لازم تكون اكبر من 53 درجة. تمام، ده معناه ان انا لو انا جيت كده هعمل بقى خط تاني اللي هو 53 درجة. تمام، الخط الزاوية دي كلها يا جماعة اللي هي كام؟ اللي هي 63، والزاوية الصغيرة دي اللي هي ايه؟ اللي هي 53. تمام، لازم اكون فوق الخط ده، لازم اكون فوق الخط ده، لازم اكون موجود فوق الخط ده عشان احقق الاوفر شوت يكون اكبر من 0.1، ولازم اكون تحت الخط ده عشان احقق اوفر شوت اصغر من 0.2، ولازم اكون موجود على شمال الخط ده، لازم اكون موجود شمال الخط ده عشان احقق سيتلينج تايم، عشان احقق سيتلينج تايم اصغر من 0.6. وبالتالي منطقة التقاطع بقى الثلاثة دول هنلاقيها اللي هي الريجن دي، هنلاقيها اللي هي الريجن دي. تمام، طيب طبعا اي بول موجود في الايماجينري بيناظروا واحد تحت، يبقى الريجن دي هي نفس الكلام تحت برضو. فهنكرر نفس الريجنز دي كده، تمام، نفس الزوايا بس من تحت، وبالتالي هنلاقي الريجن هي دي. ده معناه ايه؟ ده معناه ان انا لو عندي سيستم بترانسفير فانكشن معينه وجيت طلعت البولز بتاعتها، لو انا لقيتها في الريجن دي، لو انا لقيت البولز مثلا موجوده في الريجن دي، تمام، في الريجن مثلا دي، طبعا طالما لقيت بول هنا لازم الاقي واحد تحتي يناظره تحتي. لو انا لقيت البول موجود في الريجن دي اللي هي اللي متهشر عليها دي، ده معناه ان هي لازم هتحقق الجيفنز اللي موجودة عندنا، لازم هتحقق الجيفنز اللي موجودة عندنا. طيب عايزين نحل مسألة كمان كده سريعا، هي مسألة كده مراجعة على جزء اللابلاس، السكشن بتاع اللابلاس. هنا بيقول لك عايز اليونت امبلس ريسبونس واليونت ستيب ريسبونس، يعني بمعنى ان احنا عندنا 2 انبوتس
او يعني احنا هنحل المسألة دي مرتين، مرة الانبوت كان امبلس، ومرة تانية الانبوت كان يونت ستيب. طيب بيقول لك ان السيستم عبارة عن ايه بقى؟ السيستم ده هو عبارة عن يونت فيدباك سيستم whose open loop transfer function is الفانكشن دي. طيب يعني ايه whose open loop transfer function؟ open loop transfer function مقصود بيها حاجة كده، دي الـ open loop transfer function. تمام، يعني احنا عندنا سيستم، بالمنظر ده فيه input وادي اهي الفانكشن وادي output بمنتهى البساطة. تمام، دي اللي هي الـ open loop. بس هو بقى قال لك ان احنا عايزين السيستم ده هو عبارة عن الـ open loop دي، بس بتضاف عليه unit feedback، ده معناه ان انا هحتاج ان انا اخد feedback كده، وبما انه unit feedback فدي هتبقى واحد. تمام، ده هو ده السيستم اللي موجود عندنا، تمام. اذا الترانسفير فانكشن بتاعت السيستم ده يا جماعه ما هياش الاكسبريشن ده، لا الترانسفير فانكشن بقى هنحتاج ان احنا نطلعها بالقانون. تمام، لو فاكرين اللي هو بناخد الفانكشن دي، تمام، اللي هي جي اوف اس على واحد زائد اللي هي عكس إشارة ال عكس إشارة الفيدباك، واحد زائد جي اوف اس. تمام، وبالتالي ده هيساوي 2s زائد واحد على s تربيع، واحد زائد 2s بلس 1 على s سكوير. تمام، لما هنيجي نضرب، نيجي مثلا نضرب s سكوير فوق وتحت، فده هيطلع لك 2s بلس 1 على s سكوير زائد 2s بلس 1. دي هي دي الترانسفير فانكشن اللي عندنا، طيب زي مثلا انا عايز البولز بتاعت المساله دي، فالبولز واضح ان اللي هي الكاركترستيك ايكويشن بتساويها بالصفر، فهنا هيطلع لك ان الاس بكام؟ بسالب واحد. الاس بسالب واحد، ده معناه ان انا عندي 2 بولز منطبقين على بعض وقيمتهم بتساوي سالب واحد. طيب كويس، دلوقتي بقى احنا عايزين نعرف اليونت امبلس ريسبونس بكام واليونت ستيب ريسبونس بكام. الترانسفير فانكشن دي زي ما احنا عارفين هي عبارة عن سي اس اللي هو الاوتبوت على ار في اس، ده هيساوي كام؟ ده هيساوي 2 اس بلس 1 على اس سكوير زائد 2 اس زائد 1. تمام، وبالتالي لو انا بقى عندي يونت ستيب، ساعتها ال R هتبقى بكام؟ ال R of S هتكون بكام؟ ولو أنا عندي impulse فال R of S هتكون بكام؟ زي ما احنا عارفين ان ال impulse ال R of S بتاعتها بواحد، اما ال unit step فهي بتساوي واحد على ال S، طيب لو أنا عندي impulse زي مثلا، خلينا نشوف ال impulse الأول. لو انا عندي امبلس ساعتها سي اوف اس هي عبارة عن 2s زائد 1 على s سكوير بلس 2s بلس 1، دي نقدر نقول ان هي s بلس 1 تحت الجذر، سوري s بلس 1 كل تربيع. تمام، طيب طبعا ال r اوف s اللي هي 1. تمام، نجيب اللابلاس انفرس بتاعتي ازاي بقى؟ احنا عايزين نطلع ال C of O ال C of T اللي هو الريسبونس مع التايم بقى، فمحتاجين نعمل partial fraction لدي، فدي بمنتهى البساطة ممكن نكتبها كده S زائد واحد زائد B S plus 1 square. تمام، وبالتالي نقدر ان احنا نطلع القيم بتاعة ال A وال B، فال A هتطلع باتنين وال B هتطلع بسالب واحد. تمام، ده معناه ان السي اوف اس هتبقى 2 على اس زائد واحد ناقص واحد على اس زائد واحد تربيع. وبالتالي بقى السي اوف تي او اللي هو الانفرس بتاع حاجة زي كده، فده هيطلع باتنين اي باور سالب تي ماينس تي e power minus t. تمام،
ديت اللي هي واحد على الاس سكوير، كأنها أصلها كان واحد على اس سكوير، فدي الترانسفورم بتاعها كان تي، بس حصل شيفت هنا فبلس 1 دي عملت لنا شيفت فضربنا في اي ماينس تي. تمام. طيب واضح طبعا من الريسبونس بتاع السيستم ده ان السيستم ده ابتدى في لحظة معينة، في لحظة البداية، وبعد كده مع مرور الوقت هيحصل له ديكاي لحد ما يوصل لصفر، وده منطقي لان دي امبلس، يعني انا بدي امبلس للسيستم، بدي امبلس سريع كده، وبدي انبوت سريع جدا للسيستم وبسيبه، فمنطقي ان هو يوصل للصفر. تمام. ده طبعا لو هو ستيبل سيستم، ده ستيبل سيستم، طالما يعني ستيبل سيستم هيبيهيف كده، وهو واضح ان هو ستيبل سيستم لان البولس عندنا كانت بماينس 1. طيب خلينا بقى نشوف اليونت ستيب. اليونت ستيب برضو بسيطة، بس المرة دي بقى هنقول ان سي اوف اس، هنقول ان سي اوف اس هتساوي 2 اس زائد 1 على اس في اس زائد 1 سكوير. تمام. وبالتالي دي هنفكها كده، واحد على اي على اس زائد بي على اس بلس 1 زائد سي اس بلس 1 سكوير. تمام. دي برضو تقدر تحلها عادي جدا بالبارشال فراكشن. تمام. يعني ان انت تضرب التلاتة دول في بعض وتعمل بقى تساوي المعاملات ببعض، او تفرض مثلا الاس بصفر واس بوان وهكذا، تقدر ان انت تطلع المعاملات دي. ادي الاي هتطلع بوان، والبي هتطلع معاك بسالب واحد، والسي هتطلع بواحد. تمام. وبالتالي نقدر ان احنا نطلع الانفرس ترانسفورم بتاع حاجة شبه كده. فالسي اوف تي هيطلع الواحد على اس ديت الترانسفورم بتاعها ب1 ناقص اي باور سالب تي زائد تي اي باور سالب تي. طيب هل الاوتبوت ده منطقي؟ انا شايفه منطقي. ليه؟ لان دي يونت ستيب. يونت ستيب معناها انه ده انبوت مقداره واحد، انبوت مقداره واحد. تمام. فمع مرور الوقت الترمين دول هيتلاشوا، وهيتفضل لنا في الاخر ان الاوتبوت بيساوي كام؟ بيساوي 1 اللي هو قيمة الانبوت. تمام. وبالتالي في سيستم زي ده، في سيستم زي ده هنلاقيه بيبيهيف كده. ادي الانبوت بتاعنا وادي الاوتبوت، هيفضل يقرب لحد ما يوصل للقيمة اللي هي 1 بعد زمن كبير، يعني اول ما الزمن يابروتش انفينيتي. تمام. طيب آخر مسألة هنحلها النهاردة، عندنا سيستم بالشكل ده، ده البلوك دايجرام بتاعه. تمام. عندنا هنا السيستم ده فيه مجهولين، فيه اللي هو الكي وفيه اللي هو الاي. تمام. ففي هنا فيدباك الاي، وفي هنا الجين بتاع البلوك ده اللي هو الكي. هو عايزنا نطلع الكي والاي جيفن شوية كونديشنز، ان الزيتا تساوي 0.7 والاوميجا ان او الناتشرال فريكونسي بتساوي 4 راديان بير سكند. طيب احنا في مسألة زي كده، احنا دلوقتي عندنا الزيتا والاوميجا ان، الزيتا والاوميجا ان دول هم اساسا داخلين فين؟ هم المفروض اساسا هم بيدخلوا في الترانسفير فانكشن، صح؟ يبقى ده معناه ان انا محتاج ان انا اطلع الترانسفير فانكشن بتاعت مسألة زي كده، انا محتاج ان انا اطلع الترانسفير فانكشن بتاعت مسألة زي كده. تمام. طيب ترانسفير فانكشن لمسألة زي كده هنطلعها ازاي؟ فدي عن طريق ميسون، دي عن طريق ميسون. ميسون كان بيقول لك ان انت بتشوف عدد اللوبس، او الاول بتشوف الفورورد باس ما بين الانبوت والاوتبوت، ده عندنا الانبوت اهو وده الاوتبوت. تمام. فبتشوف الفورورد باس. تمام. فاحنا عندنا هنا في المسألة فيش غير باس واحد اللي هو كي على اس زائد 2 مضروبة في واحد على الاس. تمام. طيب بالنسبة لللوبس، فإحنا عندنا 2 لوب، أول لوب اللي هي سالب هتكون سالب كي في اس زائد 2 مضروبة في a. طيب اللوب التانية، اللوب التانية اللي هي اللوب الكبيرة دي، تمام، اللي هي كي اس بلس 2 مضروبة في واحد على الاس. تمام. طيب فبالنسبة للديترمينانت الموجود عندنا، ف
فالديترمننت كانت بتساوي واحد ناقص مجموع اللوبس تمام كده زائد النون تاتشنج لوبس وهكذا. طبعا احنا عندنا السيستم ده بسيط مفيش نون تاتشنج لوب، فالدلتا بمنتهى البساطة هتكون واحد زائد اللوب الأولانية واللوب التانية، يعني اي كي على اس زائد اتنين زائد كي على اس اس زائد اتنين تمام. دي الدلتا. طيب بالنسبة للدلتا 1 اللي هي بتاعة الباص الأولاني، فالباص الأولاني ده بيعدي بكل اللوبس، وبالتالي دلتا 1 هتساوي 1 تمام. طيب وبالتالي أقدر أقول من الآخر إن الترانسفير فانكشن اللي عندي هتطلع بالدلتا الباص الأولاني في دلتا 1 تمام، يعني كي على اس في اس زائد 2 على الدلتا كلها تمام. طيب بعد ما احنا بقى هنطلع الشكل ده محتاج ان احنا نبسطها شوية عشان نعرف الاوردر بتاع السيستم الموجود عندنا، فممكن نضرب الطرف فوق وتحت نضربهم في اس بلس 1 تمام، فهيدينا في الاخر ان ده عندنا كي، وهنا هيبقى اس بلس 2 زائد اي كي اس زائد الكي. طبعا انا الترانسفير فانكشن في الاخر هتبقى بالصورة دي، انا عندي كي وعندي اس تربيع زائد اي كي بلس 2 اس زائد كي زائد كي. وبالتالي واضح من السيستم ده ان هو سكند اوردر سيستم، واضح من السيستم ده ان هو سكند اوردر سيستم. السكند اوردر سيستم كان عندنا الترانسفير فانكشن بتساوي اوميجا ان سكوير على اس سكوير بلس 2 زيتا اوميجا ان اس زائد اوميجا ان سكوير تمام. طيب فواضح بقى من هنا ان الاوميجا ان بكام والزيتا بكام، واضح من هنا بقى بعد ما هنساوي الاتنين دول ببعض او بعد ما نبص للشكلين دول، واضح ان اوميجا ان هتساوي او اوميجا ان تربيع بتساوي الكي، الاوميجا ان تربيع بتساوي الكي تمام. وهو هنا عطينا ان الاوميجا ان بتساوي 4، ده معناه ان الكي هتساوي 16 تمام. وبعد كده ده كده اول حاجة. تاني حاجة الترم ده اللي هو اي كي بلس 2 ده بيساوي 2 زيتا اوميجا ان صح. طيب هو عطينا الاوميجا ان ب4 وعطينا الزيتا 0.7، فهقدر اقول ان الاي مضروبة في الكي اللي هي ب16 اللي انا طلعتها من شوية زائد 2 ده بيساوي 2 في 0.7 في الاوميجا ان اللي هي الاربعة تمام. وبالتالي اقدر ان انا اطلع الاي بمنتهى السهوله تمام.